كمان سيادة الرئيس اتكلم عن مشروعات الطرق والبنية الأساسية، وقال إن الطرق والبنية الأساسية هي أول حاجة لازم تتعمل في التنمية، لأن شبكة الطرق بتحقق سهولة الحركة بين كل المحافظات. أنا جاي بالطريق وجاي بالطيارة وبشوف الحاجة المباني اللي تحت مني، ده لسه بدري، لسه بدري قوي 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 قوي. أنا بتكلم بجد، لسه بدري. وده مش معناه، أنا قلت الكلام ده في الفطار مع في القرية، قرية أبو دومة يعني، قلت إيه؟ قالوا إن سعيد كان مهمش ومتنسي، وأنا بقول لكم لأ، سعيد لا كان مهمش ولا متنسي، البلد ما كانتش قادرة بس. وأنا عارف بقول لكم كده ليه؟ عشان إحنا لازم نحترم عقول بعض، ونبقى موضوعيين وصادقين في التقدير والتقييم لواقعنا، ونعرف ليه احنا واقعنا كده. واقعنا كده لان البلد مش قادره. البلد ايه يا دكتور مصطفى؟ مش قادره وما كانتش قادره. طب اللي بيتعمل ده قبل كل شيء توفيق ربنا سبحانه وتعالى، وثانيا هو محاوله لتطوير الفكر زي ما انتم بتفكروا كده. عشان كده وانتم بتفكروا تلاقوا ان انا ايه متحمس قوي ليكم. انا متحمس دايما للفكره، لأن الفكرة ممكن تحل مسألة بالمسار التقليدي ما تتحلش، والفكرة تنجح بالمسار التقليدي ما تنجحش، وبالفكرة توفر بالمسار التقليدي ما تمولش. الفكرة كده، البلد اللي ظروفها والناس اللي ظروفها مش متأثرة قوي ما عندهاش غير الحلم والفكرة والعمل. أنا حبيت أقول الكلمتين دول لأن أنتم يعني كنتم ملهمين بالنسبة لي كلكم، بغض النظر عن مدى النجاح اللي ممكن يتحقق ورا كل موضوع أنتم اتكلمتوا فيه، ورا كل موضوع أنتم اتكلمتوا فيه. بس أرجع تاني اللي شرحه دولة رئيس الوزراء، أرجو إن احنا نتوقف قدامه كويس، مش بس أهل سوهاج ولا أهل الصعيد، لا أنا بتكلم على كل المصريين. وهديكم مثال، أنا بتابع السوشيال ميديا جدا يعني، وتعليقات كل الناس، وبجد مثلا حد يقول لك إيه يعني يا كامل يا وزير مش كفاية أسفلت بقى؟ يقولوا إيه؟ كفاية أسفلت؟ ده أول حاجة تتعمل الأسفلت، شبكة الطرق عشان نوصل لكم وتوصلوا لنا. اتفضل يا كامل. فبلاقي التعليق ده اقول عين الناس اللي بتقول كده عايشه في مناطق ما شافتش اهالينا في كل حته في مصر عايشين ازاي وبيمشوا ازاي والبنيه الاساسيه اللي عندهم اخبارها ايه. احنا كنا بنتكلم نقول عندنا صرف صحي، ولكن الصرف الصحي اللي موجود ده نسبته قد ايه؟ 10%، 13%. يعني أنا أول ما بدأت سألت الدكتور مصطفى عندنا كام في المية؟ أنا موقفكم كتير؟ موقفكم مش كده؟ لا صحيح. إحنا مبسوطين جدا بوجودك معانا. وأنا حبسطكم. سعداء جدا. حبسطكم. ربنا يخليك لينا يا فندم. فقالوا 12 13% ساعتها. طب هو اللي قبل مننا كانوا يحلموا، ما كانوش عندهم حلم إن هم يعملوهم 100%؟ لا عنده. وعارفين أقول كده ليه؟ عشان أبدا أبدا تفكروا كويس جدا قبل ما تطلعوا كلمة من لسانكم، لأن الكلمة هنتحاسب عليها قدام الناس وقدام التاريخ، وقبل ده كله قدام ربنا في يوم كل كلمة محسوبة بدقة.